السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. مواطن جزائري يوجه رسالة بخصوص وفاة محمد بوسماحة وأمين لاكولوم، تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم جماعة، هذا الفيديو بخصوص الوفاة تاع صاحبي وخويا محمد بوسماحة وصاحبه أمين لاكولومب. جماعة الله يحفظكم والله، الله يستركم والله يحفظكم. أنا والله اللي نطلع في التيك توك كنطلع نلقى واحد لي فيديو، واحد الناس الله يهديهم والله العظيم، جماعة اللي ما يعرفهاش مش غاش يحكي عليه ومش غاش يهضر عليه، باسكو أنا صاحبه وأنا عارفه غاية، وحنا من بلعباس وخونا هذا نعرفوه جماعة، اللي ما يعرفهاش مش غاش يحكي عليه والله العظيم. باسكو محمد بوسماحة إنسان فري فري ما تشبعش ما ينشبعش، وإنسان فري طيب وإنسان فري مولا خير، سمعتوني؟ ما تقعدوش تقولوا هذا مغني وهذا زعما خاتمة تاع المغنيين وكاع. جماعة هذا بالك كان يغني بصح شو قلبه كيداير، وكاين الرب هو اللي يحكم علينا، كاين الرب هو اللي خلقنا هو اللي حاسبنا، مشيتو ما تحاسبوا الغاشي، سمعتونا؟ وكاين اللي يقول كاين هذا بالك مغني كان يغني وكاع، بالك شو قلبه كيداير، انتوما اللي راكم تهضروا بالك تشرب الشرابة، بالك تتبع الريبة، بالك تشد الرشوة، ما تحاسبش انت واحد يغني. اللي بغى يحاسب هاد المغنيين ولا خليهم بينهم بين مولاهم، وهم يعرفوا رواحهم بلي ما راهم كاع نقولوا الغناء حرام وكاع ما راهم في طريق ليشان، يعرفوا رواحهم. بصح مشي انت تحاسبه، مشي انت رب باش تحاسبه، بالك راه داير حاجة راه ملاقي عليه كاع حياته، ها وهذا باش ربي مات في اكسيدون. ما تنسوش بلي كاين يقول لك اللي يموت غارق واللي يموت حارق واللي يموت في هاد الصوالح، ثاني ما تعرفوش، ما تنسوش بلي يموت ثاني شاهد في هاد الصوالح، بالك ربي يبغاه داب اكسيدون كيما هكا شاف فيه الخير. الناس ما تقولش تحاسب، ما تقولش تحاسب هما بلي نهاية تاعهم ولا قدام، ما تحاسبوا الغاشي حاسبوا رواحكم جماعة، كل واحد يحاسب روحه نفسه في النهار شا دار شا ما دارش، وقدام اللي يبغي يحاسب نفسه هذه هي. كاين ناس لها تشد الرشوة، كاين ناس لها تبيع الشراب، كاين اللي يشربوا الشراب، كاين كل واحد راه يدير الحرام. ما تقولوش بلي هذا مغني وكاع، انتوما المغنيين كاع تروحوا تصوروا معاهم كي تلقوهم برا، كاع تروحوا ديروا معاهم سيلفي وتتصوروا، ونهار اللي يموت ردوه بلي ما يسواش وهذا كان يغني وهذا. تيقول له تيقول لنا يا جماعة، ربي يرحمه محمد بوسماحة، وربي يصبر والديه، وربي يصبر الأهل تاعه، وإن شاء الله يكون أهل الجنة.